في هذه الحلقة نسلط الضوء على ملف هام يتعلق بدور المجتمع المدني في الشراكة والرقابة والمساءلة وأهمية الحوار مع الحكومة لأسباب متعددة حصلت فيها يعني إشكاليات، بعضها إشكاليات جوهرية في إطار إدارة الحكم، وكان هذا محور دائم في حالة التصادم بين المجلس التشريعي وبين يعني القيادة الفلسطينية. كمؤسسات مجتمع مدني، هل اليوم بتشوفوا هذا تحدي لكم ومهمة يعني يجب القيام بها؟ دائما لعبنا دور بديل عن السلطة، دائما نرى أن تجديد وتداول السلطة السلمي بتطلب إجراء انتخابات. هل اليوم المجتمع المدني فعلا قادر أنه يأخذ هذه المهمة من وجهة نظرك، كونك كنت برلماني سابق ووزير سابق وأيضا اليوم أنت أحد يعني الأعمدة الأساسية في موضوع المؤسسات المجتمع المدني؟ بديش أقول أنه هذا بيأدي أنه نقول إنه المجتمع المدني بيقدر يحل محل المجلس التشريعي. كان الهدف من عدم وضع التحفظات هو نعزز من السيادة لدولة فلسطين.